والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الرب ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الحمد للحامدين الحمد للشاكرين الحمد للصابرين بكافي منزلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤمن بها جميع الأحوال والأحوال وتقضينا بها جميع الحاجات وتهبنا بها من سيئة وتقضينا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها الخوايات من جميع الخيرات والمحرمات والأفعال وصلى وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وربهم كما ربنا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين احياء والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم تب العفو فاغفر لنا ووالدينا والمؤمنين ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم طول امورنا واصلح اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زينه لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الرحيم وقعنا دعاء المستجابين وأعمالنا أعمال الصالحين وتعملنا تعمل القائمين بيتنا نيتا المخلصين وأعلنا أهل الدين وأولنا أموال المتصرفين وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين وعلمنا علما وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء فقنا جنة وأبواب نبينا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام والصديق والشهداء والأولياء والصالحين واهدنا عذاب النار ولا تجعل أهل النبي منهم ولا تجعلنا بأهل النار منهم شيئا وكفى ونكفر وفاسقون يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك منا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين رحيم. ربنا تقبل منا دعوانا وصلاتنا وقل سجودنا وتولى فرشنا وعملنا وأنشأنا وصفرنا في السبع عن الدنيا يا الله يا رب يا تقوى خيمة وانا في أسواق وبيتك ما في وقل الله منا ومنكم تقبل.